بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى اليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه أعرب فيها جلالته رعاه الله عن أطيب تهانيه وتمنياته له بنفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة